فكرنا أو المشروع كذلك طرح أمام الحضور في هذه الندوة، وهي مسألة الانتقال أو التوجيه من السنة الأولى إلى السنة الثانية وبعدها إلى التخصصات، وما قد ينجم عن هذا التنظيم الجديد من إعادة تنظيم للهياكل الجامعية وحتى الالتحاق بهذه المسارات. ومن هذه الفكرة جاءت فكرة أن نفكر في تمديد مدة الدراسة بالنسبة للليسانس لتصبح 4 سنوات مع كل ما ينجم عنه من تأثير على مستوى الماستر. إذن هي كلها مشاريع طرحت للتشاور، وما زلنا سنقوم بزيارات ميدانية لكل الجامعات من أجل أن نقدم ونشرح أكثر للأسرة الجامعية، وننتظر رد فعلها لكي يتم إقرارها هل بالدخول الجامعي المقبل أو تؤجل إلى موعد آخر، هي حسب ما تستقر عليه الآراء والإجماع الذي سنصل إليه بعد هذه المشاورة. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زاير تيب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.